انطلقت فعاليات النسخة الثالثة من ملتقى الاستثمار السنوي 2013 والذي يستمر حتى 2 مايو أيار الجاري بمشاركة 5000 شخص من 84 دولة. وتشارك روسيا في الملتقى بوفد رفيع المستوى بالإضافة إلى رعاية إعلامية من قناة روسيا اليوم. التفاصيل في تقرير مراسلنا عبد الله الزعبي. استطاعت إمارة دبي في العام الماضي استقطاب استثمارات أجنبية مباشرة قدرت قيمتها ب 27 مليار دولار وبنمو بلغ 114% مقارنة بالعام 2011، حيث بلغت إعداد الشركات المتدفقة إلى الإمارة نحو 77 شركة في ظل تجدد النشاط الاقتصادي في قلب إمارة دبي وزيادة فرص الاستثمارات الواعدة في مختلف قطاعاتها. ومن هنا جاء ملتقى الاستثمار السنوي في دورته هذا العام تعزيز النمو الاستثماري وتحقيق التنمية المستدامة. دولة الإمارات دائما تبع سياسة اللي هو جذب الاستثمارات الأجنبية من خلال السياسة الاقتصادية التي تبنتها دولة الإمارات ووضعت القوانين والتشريعات التي تضمن للمستثمر استثماراته وتضمن للمستثمر أيضا الاستفادة من الاستثمارات في دولة الإمارات. وتشارك روسيا في الدورة الثالثة لهذا الملتقى عبر وفد يضم العديد من الشخصيات الاقتصادية والإدارية، وذلك في وقت بلغ فيه عدد الشركات الروسية في دولة الإمارات حوالي 450 شركة، كما بلغت إجمالي الاستثمارات الإماراتية قيد التنفيذ في روسيا نحو 18 مليار دولار وفقا لتقديرات اتحاد غرف التجارة والصناعة في الإمارات. نقدم مشروع إينوبوليس وهو مشروع في مجال التكنولوجيات العالية الذي من شأنه توفير الشروط الخاصة لتطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات فضلا عن الظروف المناسبة للعمل والعيش، وسيشجع هذا المشروع التدفق الإضافي للاستثمارات الأجنبية، ولكن الأهم من ذلك أنه سيطرح ظروفا جديدة للشركات المبتكرة. ويشكل ملتقى الاستثمار السنوي فرصة للقاء المستثمرين ودراسة إمكانيات فرص الاستثمارات القائمة في الأسواق الناشئة، حيث يحظى باهتمام إقليمي ودولي بارز من خلال المشاريع الاستثمارية المطروحة خلاله والتي قدرت قيمتها الإجمالية بنحو 50 مليار دولار تتوزع على كافة المجالات الاستثمارية. يسهم الملتقى هذا العام في رسم صورة حقيقية لواقع المشهد الاقتصادي العالمي في ظل الأزمات والتحديات القائمة وانعكاساتها على الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المنطقة. عبد الله الزعبي، روسيا اليوم، دبي.